كاب اف ام الكلمة ليك. السبب المباشر هو أنه الحوار عاجز عن إيجاد الحوار من ذاته، يعني نحن نبحث في صندوق فارغ. يعني المشكلة نحن منذ بداية الحوار كالمارك العاري حكاية لرواني ندعي رؤية لباس واللباس غير موجود. الحل هو سيكون قلتها وهيد، ولن يكون هناك حل، سيكون هناك ربما مخرج مؤقت، نوع من خروج من الأزمة، أما الحل بالمفهوم المرور من الأزمة إلى انعدام الأزمة هذا مفقود. ثانيا أعتبر أنه إحدى دلالات الأزمة أنه جميع الأطراف بما فيها الرباعية جعلت من التفاصيل أمهات المعارك الاستراتيجية التي قيل من هنا ومن هنا لن تمر، وبالتالي تشبث النهضة بمرشحها والصراع الدائر ضمن جبهة الأنقاذ والذي انفجر أمس بطريقة علنية وإعلامية وصار هناك تراشق بالتهم بين أقطاب الأنقاذ، يعني أن الأزمة هي أزمة وجودية، أزمة رفض للآخر، وليس هناك مسعى للبحث عن حل من خلال شخص يأتي ليمثل المرحلة المقبلة وقيادة البلاد في مرحلة انتقالية. دونك يعني مهلة 10 أيام قادرة للتوصل إلى حل في الأيامات القادمة؟ قادرين باش نوصلوا لحل في تونس؟ أقولها وأعيدها، مهلة قرن لن تأتي بحل، بل ربما سيكون هناك مخرج مضغوط، نوع من يعني حل بين ظفرين لتجاوز المرحلة وليس حلا استراتيجيا. بالتالي وهذا يرجع إلى غياب الإرادة ربما باش يتوافقوا معناتها الفرقاء السياسيين بين بعضهم، ولا غياب الإرادة والرؤية. تقول لك عندما تجعل النخب السياسية من التفاصيل المملة أمهات المعارك التي لا يجوز التنازل عنها ولا يجوز إعطائها للآخر، نفهم حينها أننا أمام أمرين. معناتها هذا مجرد التشبث بالأسماء هو اللي خلى الأزمة هذه تزيد. كل شيء حتى بالاسم بيد، وأنا قلت لأنا قلتها ونعودها، يعني توم وبرر قوى رئيس حكومة غدوة الوزراء كل وزير مشتغل عليه معركة 10 مرات قد رئيس الحكومة، يعني وبالتالي هي أزمة بنيوية فكرية سيكولوجية أكثر منها يعني مجرد صراع حول رئيس الحكومة. أعتبر أنه الأحزاب تعيش على الإيديولوجيا والأحزاب تعيش على التفاصيل، وهذا مردها العقلية الإقطاعية التي تمارس في السياسة التونسية، وأقولها ولا أستثني حزبا واحدا يمينا ويسارا إسلاميا أم علمانيا. لاحظوا اللي الملفات ولات ملفات شخصية أكثر منها ملفات سياسية، الصراعات ولات صراعات وجودية أكثر منها بحث عن حلول، ومن ثم أعتبر أنه مهلة قرن عاجز عن إيجاد حل بالمعنى. قد تكون هناك ضغوطات دولية وأقليمية لإيجاد اسم ما، لكن إيجاد الاسم سيكون يعني بحر من نقطة من بحر لكل وزير وكل حقيبة وكل دور لأي وزير سيتحول إلى حرب البسوس أو حرب دحس وغبراء، من ثم فلننتظر ما وصلت الأزمة إلى أمد غير قريب أو الرجوع إلى التوافقات يعني الإقطاعية من تقاسم السلطة على المحافظة على الطريقة اللبنانية، وذلك هو أقرب الحلول القائمة. وفي حال قدر الله لم يتم التواصل نهار 14 ديسمبر على اسم معناتها يتفقوا عليه كل الفرقاء السياسيين باش يعلنوا عليه ربع رأي الحوار وتقرر وقف الحوار بصفة نهائية، ما السيناريو المنتظر هناك؟ البحث عن تقاسم السلطة، انت خذ 20 وانا ناخذ 100، نعطيوه لفلان 30 وفلان نزيدوه شوية، فلان ندخلوه للترضية وفلان نعطيوه منصب وزير. ما انت باش نبقى في دائرة الولايات الحزبية؟ دائرة الولايات الحزبية يعني تقاسم الذبيحة، يعني كما بكري كانوا في الريف يذبحوا على الشركة ويتقاسموا منابات، يعني هذيك هي، يعني بكل بساطة انه الحل هو السياسي وليس حل بالمفهوم وزارة كفاءات. يعني شخصيا لا أؤمن بشيء اسمه وزارة كفاءات، أؤمن بكفاءات في تونس أما لا أؤمن بوزارة كفاءات، لأنه الوازع الإقطاعي في السياسة التونسية هو الوازع الأول وليس الوازع السياسي بالمفهوم الحداثي. السياسة بالمفهوم الحديث هي معطى برجوازي، نحن نمارس السياسة من حيث الإقطاع، ترى الزعماء عندنا ولخصون الحزب في ذاتهم بكلهم يمينهم ويسارهم إسلامهم وعلمانيينهم كلهم، تلقى الآن أزمة شخوص وأزمة شخصيات تريد أن تظهر، من ثم نرى أن الصراعات القائمة الآن هي صراعات أفراد أكثر منها صراعات سياسية، لأن الصراعات السياسية دائما تلقى حل. الصراعات الإقطاعية والصراعات الإيديولوجية تكون صراعات فناء متبادل، من ثم سنعود إلى
ممارسة السياسة من حيث توزع الأوراق، ومن ثم وحتى توزع الأوراق هو حل، هو مخرج مؤقت وليس حل استراتيجي طويل الأمد. كاب اف ام الكلمة ليك.